بالمقابل ايضا صاحب اقوى او اضعف خط دفاع في مواجهه الفريق الذي يحصل المركز الاخير في البطوله الوطنيه، فريق المغرب الفاسي غالى غير العاده، والموسم الثاني على التوالي يعيش يعني على ايقاع يعني ازمات ونتائج، ازمه نتائج التي يعني وضعته في مكان غير مكانه المعتاد. فريق المغرب الفاسي بسجله بتاريخه